الفيلم يعني. ومن هنا الدكتور هرناس رضوان سلم الصيغه التنفيذيه لحكم الحل للسيد الوزير المهندس خالد عبد العزيز، اللي كلف المهندس او كلف الكابتن عزت فريد برئاسه البعثه ان شاء الله. بس المهم ان هم يرجعوا لنا موفقين، ده كلام هنتكلم كتير جدا مع ضيوفنا النهارده، لانه عندنا كتير جدا من القضايا اللي لابد ان احنا نتكلم فيها. الخبر الرئيسي عندي هو خبر دونجا، محمود عبد اللطيف لاعب نادي مصر المقاصه، والكلام شبه المؤكد انه انتقل بالفعل للنادي الاهلي. واحمد الشيخ هل هيروح اعاره ولا مش هيروح اعاره؟ ده كلام مهم عايزين نعرفه. هل اسمح محمود عبد العاطي الكلام 5 مليون جنيه لمده 5 مواسم قادمه، الحصول على 5 مليون جنيه والحصول على خدمات احمد الشيخ على سبيل الاعاره لمده موسم واحد. احمد الشيخ رفض، احمد الشيخ يعني رغم انه ما لعبش لكنه حاسس انه ممكن يلعب، يشوف مثلا في مباراه زي مباراه الاهلي وروما في الامارات انه يسجل هدف ربع ساعه بيلعبها بتعمل له سوكسيو، بتعمل له شعبيه، بتعمل له جماهيريه هو فرحان بيها رغم انه كان اساسي في مصر المقاصه وكان احد نجوم الموسم، رغم انه ما لعبش الا دقائق معدوده في النادي الاهلي، لكن حاسس انه ده بالنسبه له ممكن السنه الجايه يبقى اكتر. وارد، كل ده وارد على فكره. هل احمد الشيخ هيعرقل الصفقه؟ هل هيوافق على العوده مره اخرى؟ هل هتبقى موسم اعاره ويوافق؟ ده يعني بنحاول كده من خلال الكواليس ان احنا نعرف تفاصيله، لكن الخبر صحيح 100%. الاهلي عايز محمود عبد العاطي، الجهاز الفني موافق على ضم محمود عبد العاطي، دي موافقه مبدئيه في نادي مصر المخاصه. طب السؤال، اذا ما نجحتش اعاره احمد الشيخ ايه اللي هيحصل؟ ممكن مقابل مادي يزيد سنه، ممكن المقابل المادي يزيد سنه، وزي ما قلت لكم من فتره انه لا الاهلي هياخد لعيبه كتيره السنه دي ولا الزمالك هياخد لعيبه كتيره السنه دي، ده امر مؤكد يعني، ده برضو على لسان المسؤولين يعني، ده قاله لي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، قال لي مش محتاجين صفقات كتيره السنه دي، فرقتنا كامله باذن الله، وده احنا بالعكس المعارين هنشوف الدنيا شكلها عامله ازاي. والزمالك المستشار مصطفى منصور قال لي انا شخصيا، قال لي في اضيق الحدود واضيق طلبات الجهاز الفني هنقدر نشوف طلباتنا ايه، مش هيبقى فيه الهيصه اللي كانت بتحصل كل سنه.